في البابلشنج، يبقى انا بثق من تاريخ مظهر التكست بوك ما لا يقل عن سنتين وتتصل باربع سنوات. انا ما اعرفش اللي حصل فيهم ايه، هو ممكن يكون حصل فيهم او ممكن يكون حصل حاجات كتير وانا بتكلم معاكم في الموضوع دلوقتي. يبقى دي الليمتيشن الاولى للتكست بوكس. الليمتيشن الثانيه للتكست بوكس انها بتريبريزنت الاوبينيون اوف ذا رايتر اوف ذا تشابتر. يعني لو مثلا حضرتك مسؤول على انك انت تكتب التشابتر بتاع الاوتايتس، مين هي اسمه دكتور احمد مسؤول على ايه التشابتر بتاع الاوتايتس ميديا؟ هو بيشتغل في بيدياتكس بقاله 10 سنوات. اوكي، احمد بيريبريزنت هيم سيلف اند هيز اوبينيون اند هيز اكسبيرينس. يعني اللي هيكتبه في التكست بوك ده unless otherwise mentioned يمثل رايه. طب وايه المشكله في رايه؟ يعبر عن خبرته وعن الحاجات اللي هو سيلكتيف يختارها انها تكون مراجع ليه، وبالتالي ما بيدينيش كل المرجعيه الموجوده بالنسبه للمانجمنت اوف اكيوت اوتايتس ميديا. يعني مثلا واحده من الريسنت ادفانسز في الموضوع بتاع اوتايتس ميديا ده انهم قعدوا من سنه 2000 لغايه سنتين 2005 بيقولوا ما تدوش انتي بايوتكس في اكيوت اوتايتس ميديا. خدوا بالكم من 2000 ل 2005، بعد كده الكلام اتغير تاني. دلوقتي لابس ان احمد عارف الكلام ده وما كانش مقتنع بيه لعده اسباب لم يبدعها، فهو هي ويل سكيب ذيس بارت، او ايفن هو لو كتب ذيس بارت هيكتبه وذ نيجاتيف كريتيسيزم، بحيث ان حضرتك مش هتادوبت الابروتش ده، هتستخدم ابروتش تاني. اللي حصل بعد سنه 2005 ان حصل اكيوميليتد ايفيدنس انه ذيس شود نوت بي دان ان تشيلدرن بلو ذا ايج اوف 2 years، لان هم معرضين اكتر من غيرهم انهم يبقوا افكتد بايميونولوجيكال ديفيشنسي النيت في النيتشر بتاع الجراف بتاعهم، معرضين اكتر من غيرهم انهم يصابوا بميكروبات نون انفيزيف. فبقى الكلام بعد كده لا، لغايه سن سنتين ما تكتبش، لازم تكتب انتي بايوتيك، وبعدين من سن سنتين وانت طالع ابتدي فكر. بقى الكلام دلوقتي مش كده، الكلام دلوقتي لغايه سن سنتين اتس ماتش بيتر ان حضرتك ترايت انتي بايوتيك، وبعد سن سنتين يو هاف تو ويت سبيسيفيك ايتمز قبل ما تديسايد اذا كنت تديه ولا ما تديهوش. من ضمن السبيسيفيك ايتمز دي الميونيزيشن ستيتس بتاعت الطفل، من ضمنها الاكسسبيليتي، الطفل ده يقدر يجيه بسهوله ولا ما يجيش، هل في اي ريسك فاكتور فور فردر ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشنز ولا لا؟ الكلام ده هتعرفوه لما تقروا الجايد لاين اللي موجود دلوقتي. فاذا لو انا اعتمدت على التكست بوك الشابتر اللي كاتبه دكتور احمد، انا معرضه هنا ان انا اقرا رايه لوحده فقط وما يعبر عنه. طب افرضي انا ما قريتش التكست بوك، انا ريحت دماغي. وعلى فكره اي نو انه ميني اوف يو، او مش ميني، خليني ابقى سم اوف يو، they choose انهم بعد ما خلصوا البكالوريوس ياخدوا some rest without reading، على اساس انه reading is a tense stress، وبالتالي ابتدوا يستخدموا طريقه الاوبزرفيشن، اشوف اللي اكبر مني بيعمل ايه واعمله زيه. انا حضرت مع النايب هتعلم من النايب، حضرت مع المدرس والاستاذ هتعلم منه. هنا تيجي المشكله انه النايب والاستاذ في احتمال انهم ما يكونوش صح، شغالين في مستشفيات كبيره وشغالين في الجامعه، ما هو عنده نفس المنتال دايمنشنز اللي عنده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احتمال كبير انه يكون سلكت، بيعمل اللي هو موافق عليه بغض النظر عن ايه الافيدنس اللي موجود في هذا الامر. وهي دازنت هاف تايم تو ديسكاس معاك هو ليه اختار ابروتش وساب ابروتش تاني. في نقطه، وده البيست كيس سيناريو، انما الورست كيس ان ممكن الاستاذ ما يكونش عاجبه. يعني احنا وي شود بوت ذيس از ا مينيمال بوسيبيليتي، انه الاستاذ ممكن جدا ما يكونش عاجبه، ممكن يكون بيشتغل بيست اون هيز براكتس، لكن هي از نوت اكوانتد بالافيدنس اللي موجود في الليتريتشر. وبالتالي انا اسمع الاستاذ وابص كويس اللي هو بيعمله، لكن ما يبقاش المصدر الوحيد للمعلومه واتخذ القرار الانسان. لا الكتاب يبقى المصدر الوحيد للمعلومه واتخذ القرار، ولا الاستاذ يبقى المصدر الوحيد للمعلومه واتخذ القرار، يبقوا انتجريتد في البروسس، لكن ما يبقوش الاونلي سورس. فبنتي قلت لنا كده مش هينفع تسمعوا الاستاذ لوحده، وينفعش انكم تقروا التراديشنال تكست بوك لوحده، امال انت عايزه مننا ايه؟ ممكن نعتمد على شغلنا، احنا اشتغلنا حالات كتير، بقى لنا شهرين قاعدين في قسم الاطفال، وكل الحالات بتاعت اكيد اوتيتس ميديا اللي احنا اديناها اموكسيل 50 ل 100 ملغ بير كي جي فور 10 دايز اشتغلت كويس قوي وخفت، ورجعوا لنا يا اما بيدعوا لنا
very important. لكن again it is selective. أنت استخدمت regimen واحد اللي هو أموكسيل على 100 ملغرام per kg per day for 10 days. There are other options. ممكن تيجي لحضرتك أم تبتدي تقول لك أنا ابني بيرجع كل حاجة ياخدها. ممكن تيجي أم تانية تقول لك أنا ابني ما بيستحملش ده وشرب وعنده حساسية ضد الأمبيسيلين. هنا you have to be prepared by other alternatives rather than the one you know from your experience. وبالتالي even your experience is lacking. النقطة الثانية، أنت بتقولي أنا بشتغل في مستشفى الريش وكل الحالات اللي بتجيلي بديها أمبيسيل على 100 ملغرام. طب هل مستشفى الريش بتمثل كل الحالات؟ No. لأن مستشفى الريش إذا ترش الكير مصر. وبالتالي نوعية الحالات اللي بتجيلها usually difficult والسبير. إنما لو أنا عايز أشوف النورمال day to day primary care practice وفتاكس فيديا الإجابة اللي أشوفه في المراكز الصحية وفي مراكز بتاعنا هو الفاميلي مدرسة الطب الأسري. يبقى even your experience is lacking لأنك تشوف نوعية من العيانين ليست ممثلة لجميع المرضى في هذا المرض. يبقى you can't depend only on your experience. There is lack in your experience. You can't depend only on your professor. Your professor has some limitations. And you can't depend only on textbooks. Textbooks represent the authors and it is somehow not up to date. ما نعمل يا ستي؟ You're coming to tell us don't practice medicine? No. I'm coming to tell you that there are other approaches for medicine. And for you as a physician, you need to be aware of those approaches. الابروتش اللي انا بقترح عليكم انكم تكملوا بيه اللي انتم بتعملوه حاليا هو الايفيدنس بيست ابروتش. انت هاو ات كمز، ايه هي اول خطوه في الايفيدنس بيست ابروتش؟ نعم خليكم معايا لحظه. في حاجتين، يا اما ان انت تبتدي بالسايكل اللي هي تفورميليت ا كلينيكال كويستشن وبعدين تبتدي بعد كده تسيرش فور ايفيدنس، وذيس از وان سايكل اوف ايفيدنس بيست ميديسن، يا اما to go immediately to the guideline addressing the disease of your concern. يبقى أنا النهاردة بديكوا modified version، بقول لكم فيها إيه؟ جنب اللي عندكم أنتوا والأستاذ وخبرتكم والكتاب، بصوا على evidence based guidelines. إيه هي ال evidence based guidelines دي؟ واحدة من الكلام الرئيسي اللي أنا هقوله لكم. طيب، otherwise then the guidelines دلوقتي أنا صحيح لو كانت فيدي هلاقيلي ثلاثة أربعة guidelines تشوف الكلام ده دلوقتي. لما في امراض ما فيهاش guidelines، we don't have guidelines فيها، but they didn't develop. اروح فين؟ Go immediately into something called a systematic review of literature, which is a kind of up-to-date publication، وهقول لكم ليه هي up-to-date دلوقتي. طب افرض انكم ما لقيتوش systematic review، then go to individual clinical trials اللي هي individual articles او research papers اللي اتنشرت في الميديكال جورنالز وابتدوا كونسيدر ان انتوا تو اد فاليو منها علشان تبقى انتجريتد انتو يور داي تو داي براكتس. نو انا اي ونت يو تو تبصوا على الجراف اللي جاي ده. I'm coming today to tell you اوعوا تتنازلوا عن الخبره اللي انتوا تاخدوها من الشغل اليومي. واوعوا تتنازلوا عن تسنين راي الاستاذ. من وراء الاستاذ. وإما تتنازلوا عن التكست بوكس لأنها هاندي وموجودة كبيرة. بس بقول لكم انتجريت معاها، انتجريت in your position, in your decision making, the evidence-based medicine resources اللي هي including the guidelines with systematic reviews with individual randomized control trials. So the pyramid of your knowledge should be integrated pyramid. وزي ما انتم شايفين evidence based approach for me, for my opinion, represent the heart of your pyramid, the secret chamber, اللي هي الحجرة بتاعة الملك. اوكي اتفقنا على كده؟ So, this is how you should practice. Should be aware of all. Should be aware of what is said by experts. Should be aware of what is in the literature. And you should be aware of what the evidence is saying. And you should be very guided by your experience with limitations of your experience and your country conditions. And this is what is called طبيب حكيم.
الحكمة is something we can't buy, it's something we acquire. And we acquire through observation and through integration of knowledge with experience. Okay, اتفقنا على كده. So I'm going from here into a more focus on the evidence-based approach اللي هو the heart of the pyramid زي ما بقول. based approach محتاجين نشتغل عليها. أول حاجة practice guideline، اثنين systematic review، ثلاثة individual randomized control trial. لاحظوا معايا الآخر. One hour is never enough for evidence-based medicine. So I'm going to give you an overview about everything. لكن أنت لازم تعرف إنه the skills اللي في كل حتة من دول you need to appraise it, rehearse it with yourself عشان to acquire. فdo not expect ان انتوا you will get it all, you will get only the topics and ideas. وانا هسيب لحضراتكم ال presentation, you can take it, you can study it, you can elaborate on it, you can add to each part of it على مهلك بعد. اوكي اتفقنا؟ نبتدي باول حاجه ال guidelines. اشهر مكان استطيع ان اعثر فيه على ال guidelines بسرعه وتكون accurate ومقيمة وتمثل الامريكان guidelines واليوروبيان guidelines هو الناشونال guideline hearing house. اسم واضح قوي يا فندم كده معاكم؟ تمام؟ الناشونال guideline hearing house بمجرد ما حضرتك تكتب في جوجل ناشونال guideline hearing house الفيرست هيت هتبقى عليه. فيرست هيت تمام؟ لو حضرتك كتبت 3w.guideline.gov guideline مش guidelines guideline.gov هيبقى هو المكان اللي انت هتروحه. It's a place generated by the state of government في United States علشان يبقى مرجع للأطباء يلاقوا فيه summary مش هيلاقوا full text of all guidelines available in their specialty. بعد كده هو ينقلك لو انت عاوز الفول ديتيلز بتاع الجايدلاين تروح تجيبها من الموقع الرئيسي بتاعها. بنسبة 95% من الجايد لاينز بتبقى قابلة بالفور فري، 5% منهم اللي هتبقى محتاج سبسكريبشن. طب اعمل ايه؟ اقرا السمري بتاعه هنا في الناشونال جايد لاين كليرنج هاوس. اوكي؟ يبقى يو ويل ستارت ويز ذا ناشونال جايد لاين كليرنج هاوس. زي ما انتم شايفين السهلة اكتب الكلمة اللي انت عايزها في سيرش ذا سايت. هنكتب كلمة بروتايتس ميديا وده اللي انا عملته. انا النهارده شغالة من غير انترنت فجبت اجيب يو screenshots لكن انت you can do that at your own time. لقيت كلمة otitis media ما ادتكش references ادخل على advanced search وابتدي اقول له انا عايز otitis media treatment يديك بقى options تختار منها وعايز ال age group اللي هو all children age group هيديك على كل السيرش results اللي انا هوريها لك حالا. يبقى ده الموقع بتاع ال guidelines. لما عملت هنا سيرش طلع لي اربع جايد لاينز واخرها خلينا نبص عليهم بصه كده. اول حاجه اوتايتس ميديا ده طلع سنه 1997 بس خدوا بالكم من الجمله المهمه دي اتوز ريفايد ابريل 2013. لو الجايد لاين بقى له خمس سنين انا انصحك بشده ان انت ما تقراهوش الا لو كان عندك ما يسبورت ان مفيش حاجه حصلت في هذا المرض خلال الخمس سنين. اوكي اتفقنا على كده؟ يبقى هنا الجايد لاين ريسنسي اللي هو حداثه الجايد لاين هي اهم ما يمكن لان انا بدور عليه لان انا خايف التكست بوك تكون لاكن. طب التكست بوك هيبقى لاكن ازاي اذا كان الجايد لاين بقى له 10 سنين؟ مش ممكن. يبقى اذا do not go into a guideline of 5 years or more unless you are sure ان مفيش other alternatives وانه هذا العلم في هذا المجال لم يتقدم خلال الخمس سنوات الماضيه. ماشي اوكي اتفقنا على كده. يبقى دي الاوتايتس. نيجي للنقطه اللي عملت فيها عندنا الدايجنوستيك مانجمنت اكيد اوتايتس ميديا ده 2004 ولغايه 2013 في عندنا اوتايتس ميديا اكيد اوتايتس ميديا اند اوتايتس ميديا والانفيوجن ده سنه 2010 وبعدين عندنا بعد كده واحد بره عشان كده انا ما عملتش عليه اللي هو الريسبيراتوري تراكت انفكشن ان جنرال فانا ما
hospital management of acute otitis media with effusion in children وده تم المراجعين لسنة 2011. يبقى أنا عندي أربع guidelines. فبنتي قولنا أنه أنا كل مرض بعد كده أقابله حاول أقرأه أربعة guidelines. أقول لحضرتك لا، أنت مش محتاج تقرا أربعة guidelines، أنت محتاج بسرعة تشوف which one من الأربعة دول أنت you are going to adopt in your own practice. وعشان بسرعة تقرر أن واحد منهم you are going to adopt in your practice، أنت محتاج تعمل حاجة اسمها compare guidelines. بصوا هتلاقوا هنا أنا مش عارف إحنا عندنا شايفينها الجولدن ايكون اللي مكتوب عليه كومبير جايد لاينز. اوكي، انت هيبقى مطلوب من حضرتك ان انت تختار الجايد لاينز اللي انت شايف انك ممكن ترجع لها وتروح اعمل كليك على كومبير جايد لاينز. هيطلع لك دوكيمنت حوالين حضرتك دلوقتي. الدوكيمنت ده انت محتاج انك تبص عليه في خمس دقائق بالظبط. وعشان تبص عليه خمس دقائق انت محتاج انك تعمل حاجه اسمها سمارت ريد. سمارت ريدنج يعني لو انا قريت الدوكيمنت ده بالكامل يبقى كده مفيش داعي لمارسه الطب من اساسه، لان انا لسه بعد ما اقرا كله برجع اقرا باي باي. ماشي اوكي؟ انت محتاج تبص على العناوين الرئيسيه في الدوكيمنت ده عشان من خلالها تختار انهي جاي باي فيهم اللي هتقراه. طيب ابص بقى على العناوين الرئيسيه دي ازاي؟ ادينا سكيما، ادينا طريقه نختار بيها الجاي لاينز لما نبص على العناوين بتاعته بسرعه. This is what I'm going to do in the next slide إن شاء الله. السلايد دي بتقول لحضراتكم the process of guideline development. يعني إيه guideline؟ إزاي الجايد يعتبر مكمل للثلاث طرق اللي أنا اتكلمت معاكم في الأول عليهم اللي هم your practice والإكسبرت والكتاب. أول حاجة هو develop guidelines. لازم يكون شخص واحد. حضرتك في أي شابتر في كتاب ممكن تلاقي من واحد إلى أربعة كاتبين، صح؟ كلهم بيبقوا من نفس التخصص في أغلب الأحوال، يعني كلهم أنف أذن وحنجرة، لو الكتاب دول بتوع أنف أذن، لو الكتاب ده بتوع الأطفال هتلاقيهم كلهم أطفال، لو الكتاب ده بتوع طب الأسرة هتلاقيهم ممكن يكونوا بس فاميلي بس ممكن يكونوا مشكلين، ماشي؟ أوكي اتفقنا على كده؟ لكن لا يمكن تلاقي كتاب جايد لاين، الجايد لاين لازم يكون فيه بانل. البانل ده مكون مما لا يقل عن 10 افراد يمثلوا الستيك هولدرز. يعني ايه الستيك هولدرز؟ المعنيين بالامر. طب من هم المعنيين بامر الايه؟ الاوتيتس ميديا. قولوا لي كده. معنيين بامر الاوتيتس ميديا فيزيشنز. فاميلي فيزيشنز، اي ان تي، نيرسز، الكيميست، جهات كثيره من العالم البرايمري كير، ولازم تكون very well aware of the signs and symptoms and diagnosis and management. في أماكن كتيرة في العالم ونتمنى يا رب إن مصر تكون منها النيرس لها دور كبير في الهيلث education. دور في الهيلث education هتبراكتس ازاي من غير ما يكون عندها experience؟ هيبقى فيهم نيرس، هيبقى فيهم فارماسيوتيكس، هيبقى فيهم representative sometimes to the patients. طب هو موضوع اوتيتس ميديا ده في representative to the patient؟ لا، يعني في موضوعات ثانية لازم يجيبوا ريبريزنتيف تو ذا بيشنت. يعني ايه الكلام؟ الموضوعات المتعلقة بالديسابيلتيز والدراجز اللي ممكن يكون لها سايد افكتس هو مش سامعين؟ اوكي كده مسموح؟ تمام. حاجة زي الانتي كواجيليشن تريتمنت. واحد من مشاكل الانتي كواجيلانتس انها بتعمل بليدنج تندنسي. وسام تايمز البليدنج تندنسي نفسه بيعمل سيريس بروبلمز زي الهوسبيتال ادمشن وزي الديسابيلتي. بيبقى مهم جدا في البانل بتاع الجايد لاين ان يبقى فيه ريبريزنتيف للبيشن علشان الويتنج اوف ذا تريتمنت اوبشن. يعني لما اقول مثلا انه انت لو اديت بايفان بالدوز الفلانيه احتمالات انه يتحسن الكواجيولوجي بشكل كذا، لكن السايد افكتس احتمالاتها كذا، هنا راي البيشنت ريبريزنتيف في غايه الاهميه هو السايد افكت ده مقبول ولا غير مقبول. السايد افكتس ده البيشنت حاطين